حبايب قلبي، أهل البحرين الغالين اللي لهم مكان وقدر وغلب قلبي، الديرة اللي أحبها وأحب أهلها وكلامهم وطيبة قلبهم والحلوة والمتاي، كل عام وانتم بخير وتنعاد عليكم كل أيامكم، كل أيامكم مو بس أيامكم الوطنية، وانتم بخير وصحة وعافية. أنا دائما أتمنى لكم هذا الشيء، لأن بالدنيا كلها ما في أحلى من الصحة والعافية، وتعودون أنتم وأحبابكم دائما وأنتم مبسوطين ومستانسين وبنعمة أمن وأمان. أحبكم وايد متابعيني من البحرين، كل عام وأنتم بخير. من متابعيني من البحرين؟ هذا الشيء اللي واصلني أنا أطلبه شخصيا، والبراند عرفه من قبل لا أبتدي السوشيال ميديا، ويعتبر جزء مهم جدا ومستمر عليه وما غيرته من سنين للاهتمام بصحة شعري. طبعا صحة الشعر احنا تكلمنا عن الفحوصات والفيتامينات اللي ناخذها، زي من برا شنو نستخدم المنتجات، انا كنت احط لكم انواع شامبو، اشياء للتساقط، بس انا في شيئين اساسيين من سنين اسويهم وما وقفتهم، والله العظيم ما وقفتهم. حنة بدال الصبغ، طبعا اللي تحني راح اقول لكم عن حنتي، خطيرة خيالية، حتى فيها عشبة تخلي ريحة الحنة خيال حق اللي ما يحبون ريحة الحنة، وزيت الأرقان الأصلي المغربي، وأنا أخذ من براند مغربي لأن منبع زيت الأرقان وبذور الأرقان نفسها ترى من المغرب، فالعصرة الباردة هذا اللي تصير حق الزيوت والأصلية تكون من المغرب، وهذيل الشيئين اللي أنا دائما أطلبهم وما أستغني عنهم. فتحت الباكج، طبعا وصلتني وايد أشياء مع البوكس المفضل عندي اللي طلبته، ولكن هذا هو البوكس. حنا 4 علب، فإذا مرتين بالشهر راح يكفي شهرين، وزيت الأرقام البتعودة على حسب طول شعرك وأقل شيء راح يكفي شهرين، وماي الورد سبراي هذا اللي تشوفوني استخدمه بعنايتي الليلية أرشه وينحط بالبوكس. ليش؟ لأنه أخلط شوي مع الحنة، هذا سر إن الحنة راح تصير حم ريحتها أحلى وراح تصير حيل طرية وحلوة. انتوا امانه خلوا هذا البوكس اللي انا قاعد استخدمه من سنين، انتوا شنو ملاحظين؟ انا معكم بالسوشيال ميديا شنو كان شعري؟ كان لهني شويه، كان في تقصف بسيط بس انا كنت اقص اول باول. الحين على الرغم من نزولي بالوزن الواضح اللي كنت انا قاعده حاتي، قاعد اقول يا ربي شعري راح يتاثر، راح يطيح، راح يتقصف، راح يتنتف، هذا من الاشياء اللي بعد رب العالمين والمجهود اللي سويته حافظ على شعري. شوفي شعري الحين شطوله وشلون صحي وشلون جميل. ليش احب هذه الحنه؟ الحنه اول شيء طبيعيه 100%، نفس ما قلت لكم منتجاتهم كلها طبيعيه 100%. انزين الحنه تشتغل مو بس ان تعطي لون، طه لو شعري كان وايد اسود الحين صارت على درجات البني الحلو. الحنه اذا انت عندك شيب ما راح تتعارض، ولكن بعد ما تحطين الحنه بيوم حطي شويه روب مع كتم، تاخذينه من الحواج وتحطينه على الروتس، تخلينه ساعتين تغسلين، راح يمسك لون شعرك ويختفي الشيب او يتغطى الشيب. الحنة كذلك على فروة الراس لطيفة جدا، راح تقلل من القشرة والحكة وراح تحافظ على فوليوم الشعر لما تين تاخذين شاور. زيت الأرقان ليش أعشقه من عندهم ما غيرته؟ اللي يقولون إنه بزيت أرقان أصلي تفضلوا، هذا زيتي من سنين. زيت الأرقان عندهم لأنه طبيعي 100%، وأنا أعرف ريحة زيت الأرقان الأصلية وهذا من المغرب موطنه الأصلي، في نسبة الأوميجا عالية جدا، أوميجا 3 والأوميجا 6، وفي مضادات أكسدة رهيبة. وعلى فكرة البوكس هذا حتى حق بنياتكم الصغار مو بس حقكم، مفيد. بوكسي هذا أو منتجات زي البيوتي بشكل عام وين تلقونها؟ طبعا اللي بدبي يبختهم من دبي مول دايركت، ما شاء الله كان عندهم مثل محل صغيرون، والحين ما شاء الله عندهم محل وعلاجات كاملة للبشرة والشعر، ترى عندهم صنفرات حق مناطق الحساسة خيال خيال وايد حلوة، لأن كلها طبيعي 100%، وأنا أحب الصنفرات اللي يكون فيها نسبة زيوت حق هذه المناطق. انزين هذا ممكن تلقونه اللي بتبين اسمه، قلت لكم وين، راح احط رقم واتساب تقدرون دايركت، وفي اونلاين انا طبعا عندي معاهم كود خصم من سنين ترى بين فتره والثانيه يلا اتكلم عنه، وعلى فكره ما عندي نسبه مبيعات على هذا الكود، يعني ممكن ما اشتريتوا انتم اكثر على هذا الكود راح تصير لي نسبه مبيعات منه وهذا، لكن راح تستفيدون منه وراح تاخذون كل اللي تبونه بخصم اضافي 15% على اي شيء تبونه مو بس موكسي، بس انا بوكسي هذا احبه وانا استخدمه، ففي مصداقيه لما اوصل شيء حق الناس ان انا وايد فادني وايد احبه. راح احط لكم تفاصيل البوكس، حكموا بنفسكم مو بس حقكم، حق بناتكم الصغار. هذا الاونلاين مال زيل بيوتي وايد مرتب، بس انا دشيت على شنو؟ العنايه بالشعر، لان بوكسي المفضل اللي يسوى كل فلس فيه والله العظيم هذا،
فظيع، الحنة، الزيت وماء الورد، فظيعين. طبعا الكود الخصم موجود على كل الصفحة، كل الصفحة موجود على كل المنتجات، سواء تروحون المحل سواء تكلمونهم واتساب حق اللي ما يعرف أونلاين، الكود فعال حتى على الأشياء اللي عليها خصم، راح تأخذون كود خصم إضافي. راح أحط لكم الكود، واللي يبي أونلاين راح أحط لكم الرابط حق المنتجات وراح تلقون البوكس هني. طبعا هو واصل لي 3 بوكسات، البوكسين من الاشياء اللي انا احبها، يبي لي منه بوكسين اللي هو الحنه، فراح يكفيني ان شاء الله وايد. البوكس الثالث انا قلت لهم راح اسوي ريفيو عليه. هم دائما لما يصير عندهم منتجات جديده يقولون دكتوره هذه منتجات الجديده، هذه تركيبتها، هذه شوفي اذا مناسبه تكلمي عنها، مو مناسبه لا تكلمين عنها. وانا الحمد لله ما احط شيء انا مو مقتنعه فيه، يعني انا من البراند نفسه وايد احب اشياء، ما احط الاشياء اللي انا مقتنعه فيها فقط. يعني ما يندز لي مثلا شيء يلا روحي وتكلم عن كذي كذي وحطي كود لا والله ابدا. الحين هذه مسوين بلسم حق 3 انواع من الشعر، ولكن الشامبو هذا ليش بتكلم عنه؟ الشامبو هذا بخلاصه زيت الارقام، ينفع الشعر الجاف جدا والتالف جدا، يعني المعالج اللي تالف اللي تصبغ وايد شعرها، خالي من الكبريتات، خالي من البرابين، خالي من السيليكون، من الالوان، في فيتامين اي، في بروتين القمح، في تركيبات جدا. فوايد حبيت هذا البوكس اللي مسوينه، وايد حلو اللي وصلني. طبعا انتوا لما بتاخذون راح تاخذون البلسم اللي يناسب الشعر، البلسم اللي نحط على اطراف الشعر عقب الشامبو، الشامبو هذا غالبا يناسب اللي شعرهم حيل جاف وتالف او تصبغ شعرها. انزين تحط حنه عقب الحنه ممكن تستخدمه، نفس ما قلت لكم انا اهم شيء عندي انه خالي من كل الاشياء اللي تضر الشعر، كل الاشياء اللي تخيل، حتى كحول ما فيه، حتى كحول ما فيه، ومستخلص من زيت الارغان، وفي فوائد الارغان اللي هي الاوميجا، وفي الفيتامين اي، وفي البروتين، وفي السيستين، نسيت اقول لكم في وايد اشياء حلوه. فانا شفته مناسب قلت راح احطه عشان على الاقل تستفيدون من الخصم. في بنات يمكن ما يبون الحنه، يبون بس الزيت، يبون بس الماي الورد، فبالتالي انتم تستفيدون. بوكس المفضل راح احط لكم اياه، راح ارد احط لكم اياه، وراح احط لكم هذيله المنتجات الحلوه اللي مسوينها، الشامبو مع البلسم المناسب حق كل نوع شعر، والشامبو صراحة جودة عالية.